السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه اشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه مولاي. النهارده حبايب قلبي جالكم بخير جديد ورزق جديد من داخل الفقاسه، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده يا جماعه جاي معانا انتاج حلو جدا جدا من الفراخ الفيومي والفراخ البلد المهجن والفراخ الساسو. بسم الله ما شاء الله نسبه حلوه جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد اجمعين. من كتر الخير اللي بيجي في الفقاسه اليومين دول مش عايزه اشيلها من مكانها خالص، بس لازم تنشال اجباري يا جماعه عشان الشغل، حاجه مش بايدي غصب عني لازم تنشال عشان بس الناس تكمل شغلها. بس والله لسه لحد الان ما وصلليش لسه ابو ليلى ما وصلليش كهربا في البيت من تحت، على ما وصل لي بس الكهربا، ومانيش عارفه عامه انزلها طول ما فيها انتاج مش عارفه انزلها، فربنا ييسر الحال يا رب. يا رب بس يكون ده ايه الانتاج اللي جاي بعد كده، يكون لسه قدام منه فتره على ما يطلع عشان بس اعرف انزل فقاسه ما يكونش فيها بيض نقر وكده، او يكون بيض قدام منه يوم او اتنين ويطلع، فممكن يكون يموت في البيضه عشان بس يتحرك او يتهز او كده. هو عامه ما عادش الا نسبه بسيطه جدا جدا في الفقاسه، ما عادش بدخل فيها اي بيض، حتى لو ليا حتى ما عادش بدخل فيها اي بيض عشان بس ايه ما يبقاش فيها حاجه تقيله ولا كده، عشان ما نركنش البيض فيها او يبقى فيها كميه تقيله نيجي ننقلها ما نعرفش ننقلها. بس الفراخ لسه مبلوله، لسه في قطعه عماله تسقط في الفقاسه. نشوف الانتاج طالع معانا في الحضان، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين حضراتكم الانتاج الفادي، يعني انتاج احسن من بتاع امبارح كمان بكتير والله العظيم، انتاج حلو جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد اجمعين، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم ان شاء الله. والله العظيم ما قلبت الفضه خالص النهارده ولا عملت في اي حاجه. شايفين الفراخ الساسو، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دي فراخ الساسو، شوفوا رايها يا جماعه، شايفين بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله ويبارك للجميع. الحضان مليان انتاج يا جماعه، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ان شاء الله. نشوف حضراتكم كده ايه اللي خارج معانا النهارده وايه اللي لسه. الرف ده كله عامه لسه مش خارج الوقت، لسه قدام منه فتره، ربنا يبارك ان شاء الله، ربنا يبارك للجميع ويزيدنا خير يا رب ويتنا خيرها ويكفينا شرها. شايفين الانتاج اللي طالع يا جماعه، كميه القشور اللي طالعه معانا ديت، نشوف بس القشور عشان بس لو لسه في حاجه في الرف ما حرجتش تخرج معانا براحتها، ما تقاش ما تدخلش في القشور وكده، فربنا ييسر الحال ان شاء الله. ربنا يرزقنا جميعا يا رب رزق حلال طيب ان شاء الله، حلال مبارك، ربنا يرزقنا بالحلال يا جماعه، احنا مش عايزين اكتر من رزق الحلال اللي ربنا يرزقنا بيه ويطعمنا خيرها ويكفينا شرها يا رب، يا رب تطعمنا خيرها. شوف كتكوت ازح فين، يا رب تعملنا خيرها وكفينا شرها يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين يا رب، ارزقنا بالحلال وكفينا شر ولاد الحرام يا رب، اللهم امين. في بيض لسه معانا يا جماعه هنا لسه ما نقرش اهوت، هسيبه برده مش هستعجل عليه، هسيبه مش هطلعه وهسيبه براحته ينقر براحته خالص، مفيش اي مشاكل خالص. دي بايظه فبس كده يا ست الحاجه. نشوف برده ايه اللي معانا تاني، ده لسه محطوط قريب برده لسه قدام منه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا قاعده والله على الكرسي ما عدتش قادره اقف على رجلي من جري من الصبح، ما عدتش قادره اقف على رجلي. يعني احنا دلوقتي المغرب، انا بصور معاكم المغرب يا جماعه عشان الانتاج ده طالع، فقلت اصور معاكم عشان بس لو طلعت كتاكيت او اصحابهم هم خدوهم ولا كده يبقى انا مصوره معاكم الانتاج. انا لسه هقلب البيض يا جماعه، لسه ما اتقلبش والله النهارده خالص، احنا على التقليبه بتاع امبارح الصبح، يعني انا ما قلبش البيض الا مره واحده امبارح وما اتقلبش خالص النهارده، بس الحمد لله الانتاج شغال ونحمد ربنا ونشكر فضله. يعني الموضوع مش موضوع تقليب او كان او ماني، هو بس ايه ربنا اللي بييسر الحال يا جماعه، هي في دائره وربنا اللي بيرزق، ربنا اللي بيرزق والله. زي ما قلت لكم ان انا ما قلبتش البيض غير مره واحده بس امبارح، والحمد لله الانتاج طلع معانا من غير رش ميه ومن غير اي حاجه، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. نشوف ايه تاني معانا يا جماعه هنا، لابد ان انا اقف عشان الانتاج اللي معانا طالع معانا فوق النبات، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع. نلم بس القشور يا جماعه كده عشان نظبط الدنيا، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله. كتكوت يا جماعه عايز اللي يساعده، شايفين دي كتكوت ساسو يا جماعه، عفوا من الدم اللي ظهر ده، بس هو عن اصراره ان شاء الله هيختم ويبقى كويس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في واحد تاني برضه بس دي ناشف عن التاني كتير كتير، يعني بسم الله ما شاء الله،
دي بقى هقلب البيض يا جماعة، هقلبه قبل ما اطلع انام، وهرشه مية عشان بس لو في حاجة لسه ما نقعتش تبقى سهلة ليها تطلوها وتنقر وتطلع. في كتكوت بيصرخ بعيد، شايفين الكتكوت فين؟ شايفين بيعض من تحت باب الفقاس اهو يا جزمة، طلعوا عيني والله العظيم، والله بيطلعوا عيني على ما بقلب البيض او بصور الفيديو يكون في شوك خارجة، بيبقى طالع عيني والله بلمهم يعني. بصوا بيتعزقوا مني كل واحد في ناحية، بقعد بقى اطلع عيني على ما لمه. هنت يا جماعة ناخد فترة راحة، فترة طويلة جدا جدا من البهدلة في الفقاسات، الله اعلم هرجع اشتغل تاني اهالي او لا، بس انا عامة هشتغل الفقاسة الكبيرة هفضل شغالة زي ما هي لانتاج طيوري، فربنا ييسر الحال يا رب. ولو في بيض لقلي بيض كويس يعني ونضيف وفي بذرة وكده يعني نسبة الكسر بتاعته كويسة هجيبه هشتغل برضه وهبيع للأهالي، مفيش أي مشكلة خالص، فربنا ييسر لنا الأمور إن شاء الله، ربنا ييسر الأمور للجميع ويسترها معانا إن شاء الله، إحنا وكل من واحد بالله ورسوله. أنا هقعد بقى ألم فيكم النهاردة، أنا هقعد ألم فيكم النهاردة، تعالى من تحت الباب تعالى، تعالى يا أخويا أنت وشايفين واقفين فين؟ البيت بقى زبالة، البيت بقى زبالة يا جماعة عشان فيه تكسير وفيه الشغل في البيت، بقى عبارة عن ملف زبالة. ادخلوا يا حبايب كده، ادخلوا، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، انتاج يا جماعة والله العظيم حلو جدا جدا، يعز عليا ان انا ما اقعدش اشوف الانتاج ده، بس يلا مش مشكلة، مش مشكلة يا جماعة كله يهون. عشان بس خاطر ان انا بيتي يبقى ماشي تمام، مفيش اي مشكله في بيتي بسبب اي حاجه، فربنا يسهل الحال يا رب لنا جميعا يا رب، ربنا يسهل لنا الحال جميعا. شايفين حضراتكم الانتاج ونسبه الانتاج اللي طالعه، كميه خير حلوه جدا جدا والله العظيم. الفراخ الاستاذ ده عجباني قوي يا جماعه، شايفين نلم شويه كده ونجيبهم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. في حاجه لسه مش شايفه اصلا، مش طايلاه، انا مش طايلاه، حلوين جدا جدا والله العظيم، ربنا يبارك يا رب. ايه ربنا يبارك يا رب، حطهم هنا كده واصورهم معاكم، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ربنا يبارك يا رب. في فراخ ناس لسه يا جماعه في الارضيه كتير، احاول اجيبهم كده، بس في ناس كتير بتزعل من شدي في الفراخ بالعصايه، بس والله غصب عني لان الفقاسه طويله جدا جدا، فلازم انا اشدهم عشان يطلعوا معايا، لازم انا اشدهم يا جماعه عشان يطلعوا معايا. معانا انتاج ساسو حلو النهارده. ايه اللي وقع؟ مين اللي وقع؟ انا؟ بصي بصي يا حبيبي. اه يلا بقى روح شوف شغلك عشان اشوف لك ايه. ما انا قلت ان احمد نجح كلهم بيباركوا لك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بحاول بقدر الامكان الملكوا كميه الساسو اللي طالعه معايا على قد ما اقدر، على قد ما اقدر يا جماعه الم لكم كميه الساسو اللي خارجه معايا، كميه حلوه جدا جدا والله، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله، بسم الله ما شاء الله. انت مش هتقف على رجلي لك كده، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك. عدوا ادخلوا كده، عدوا ادخلوا ادخلوا ادخلوا، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شايفين يا جماعه الكميه الجميله دي، ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ليا ولكم امه محمد ان شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي يبقى وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، شفتوا الانتاج اللي طالع معايا من ساسو وفيومي وجميزه وبلد مهجن، حاجه كويسه جدا جدا، حاجه يعني فاخر من الاخر، ربنا يبارك يا رب. والكتاكيت ناشفه وحلوه جدا جدا، فربنا يبارك للجميع ان شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.